على اللبسه نتاع تلامذه داخل المؤسسات التربويه. اليوم يقول لك ماهوش معقول تلميذ يمشي للليسي وهو لابس سروال مقطع. شنو رايك انت ساعه قبل تقرا ولا تخدم؟ انا نقرا تو بريمير فاك. اي وبالنسبه لي حريه شخصيه ذيك ما عرفتش شنو هي. كنت تقرا في الليسي كنت تمشي بسروال مقطع؟ اي كنت. اي في الاداره يعملوا لك دي رمارك؟ اي كل يوم هذيك ما تحكي لي على موضوع عرفت شنو هي وشنو بالنسبه لي السروال ولا اي حاجه ما تحكمش على الانسان. الانسان هو من داخل معناها السفيه. شفت شنو مش بالمظاهر حبيت تقول؟ صحيح مش بالمظاهر. لازمك تلبس حاجه محترمه تليق بالمكان اللي انت فيه. اي صحيح محترمه اما مش لك مش لك الدرجه عرفت معناها. سبحان الله تستر روحك ابار سا. انت مش تستر روحك ماشي بسروال مقطع؟ ليه مش مقطع مثلا هذي ايش ناي ما فهم شيء. هذيك مش مقطع؟ مقطع صحيح لكن ستر روحي راه ستر روحي سبحان الله ما فهم شيء بيه. العديد من المؤسسات التربويه سناخ ذات قرار تمنع فيه استعمال الهاتف الجوال في القسم، اللبسه خاصه السراويل الجين اللي مقطعين، الطبليه القصيره بالنسبه للبنات، قصه الشعر اللي ماهيش عاديه. قال لك هذه حاجات يلزم تسير البرة من المدرسه، في المدرسه يلزم لباس محترم. شنو رايك مدام؟ كلام معقول، معناها يلزم التلميذ كي يمشي يقرا يمشي محترم، يحترم روحه باش العباد تحترمه والمعلم ولا الاستاذ يحترمه. أك الشعر المقصوص ماهوش لايق ماهوش معقول، لبس طوب كرشها عريانة ماهوش معقول، عريان ماهوش معقول، تمشي مكياج كأنها ماشية لصالة، السراويل المقطعة اللحم عريان، كله هذاك الكل ماهوش معقول. يلزم التلميذ يمشي محترم يقرأ، كي يخرج من القسم نتاعو يفتق مواهبه، يلبس اللي يحب ويعمل اللي يحب. دونك في القسم ولا في الكوليج ولا في المدرسه يلزموا ان التلميذ يكون محترم. انا بور الحكايه هذه على الاخر معناتها نحن كيفاش قرينا وكيفاش تربينا ما كانش عندنا هذه السراول طايحه ويدخل ببلوطه وبوشيم ودنيا وكل ما يجيش. هو انت في مؤسسه تربويه ديجا انت مش تقرا ولا مش نعرفش باش تعمل فهمتني. وحتى التلميذ هو معناتها تلميذ وهي تلميذ هي مش تلبس ودرشنيه وتزين وكذا وهي كذا مش تولي امور اخرى هكا ولا مش لها يقرا ولا مش لها يركز ولا مش لها في حكايه يركز في حكايه اخرى ينجم. انا برجولي كان يعملوا الخطوه هذه معناها حاجه تشرفني برشا وبالحق خلي نورمالمون حتى الجيل اللي طالع توا خلي يفهم يعرف شنو هي قيمه المدرسه يعرف قيمه الليسي يعرف معناها ماهوش هو نابورت كي ماهوش في ديسكوتيك هو يلبس سكاكه ماهوش لازم يحترم استاذ ويحترم معلم ويحترم بعضهم تلامذه في بعضهم كيما يتصرف في ليكول لازم كيما يتصرف في دار يتصرف في ليكول. ما يجيش مدام لازم العبد يكون متوا احنا كلنا عندنا الاولاد ويقراوا كل حتى حد ما يرضى على نفسه ولده يخرج كيكة ولا بنته كيما تربينا احنا اولادنا كيفنا يعني ما فماش هذا يعيب حتى الاحترام للمدرسه للساده للمعلمين كنا قبل نحترموهم ياسر ما نلبسوش كيكة احنا قدام والدينا وما نلبسوش كيكة خلي باش نلبسوا قدام الفم نحشمو. اللبسه لازم تكون محترمه للمدرسه محترمه للبلاصه للانفيرونمون اللي انت فيها معناها الكلاس لازم يكون تلميذ محترم روحه لابس بالكدا مهندم معناها هكا واش باش نقول لك معناها كالسراول مقطعه وتسكيات جينيت وكاسكيت مقلوبه ماذا بينا ليه خاطر هذاك الكل يقلل من احترام للشخص اللي قدامك كيكو سوا معلم ولا مدير ولا حاجه تقليل من الاحترام يعني. مدام منين جيت انت؟ من ايطاليا. عندك وليدات يقرا؟ ايه. احكي لي على اللبسه والسلوك نتاع التلميذ داخل المؤسسات التربويه في ايطاليا. وين نسكن انا نحكي لك خاطر اون جينيرال ما نجمش نقول لك مي وين نسكن انا عندنا ديجا ليكول صغيره تلامذه يلبسوا الكل كيف كيف لباس موحد ماهوش لباس موحد مي با اكزومبل شورت ومريول عاديين مش انت بنت المدير تلبس وانت بنت ما نعرفش تلبس كلها كيف كيف ما ثماش حتى ديفيرونس وكي يلقاوك لابسه خير من كيما نقولوا احنا سيني ودرا شنيا يعيطوا الولي ويقولوا له ماذا بينا يعني الصغار يكونوا كيف كيف مع بعضهم. الماركات العالميه الغاليه ممنوعه في وسط المدارس؟ ممنوعه.
ممنوعه، في البريفي تنجم تلبس كيما تحب، في الحكومي لو ماكس لاديداس النايك الحاجات هذوك. مكياج انتردي، تعملش مكياج؟ وي تعملش مكياج. تونس مش انتردي؟ والله في تونس ما انا ملومش على المكتب برك، راهو حتى الاولياء فهمت. اوكي تقولي نوصل بنتي ونمشي نروح بيها، ايوه وانتي كي تعمل عليها هكا كبسه زعما بيه، يا فما عندها واحد لي بروف والمديرين وكل كل واحد يقول لك انا لهي في خدمتي. انتي معاوره ضد انه البنيه تمكيش في وسط الليسي؟ ضد. عندك الفاكونس اعمل فيها اللي تحب، عندك الفروحات عمل. انا بيدي جافي 11 و 12 وكما نقول انا لبست ومكياجت وجبت شعري، مي اوغ المكتب ماشيه تقرا ماشيه تتعلم. نورمالمون اختي الحريه هم ماخذين فاهمينها بالغلط. تو انت تمشي قدام ايكور تتعدى تشوف ما عادش تفرق ما بين البنيه والولايد، بريسك نفس اللباس، الكيراتين الزوز في شعوراتهم، السراوله مقطعه، مراوله مقطعه، معناها برجولي شيء مخجل. في المؤسسه التربويه تشوف منظر كيما هكاكا معناها ما تشرفش احنا معناها بلاد دوله اسلاميه. دو بليس احنا ماخذين الحضاره نتاع الغرب ماخذينها بالغلط، احنا ماهيش نتاعنا. هما معناها يتصرفوا بشكل ما فهمتش انا، معناها بالحق واحد يبقى يتساءل يشوف في بنته ولا في ولده طريقه رهيبه. نحن عندنا مشكله نحن في تونس، تو مثلا هما تو الحاجات هذيك في بلايص اخرين يقول مثلا واحد كي يلبسها يقد الحاجه هذيك، مش نحن مثلا واحد يلبس حاجه لهنا ما توتيهوش، لازم معناها تولي توتيه بالسيف. تو انت مثلا تو كيما طفله مثلا تو كيما الفاز هذيك توري معناها توري في حاجه معناها تلبس لهنا، تو معناها كي انت كي تعمل الحاجه هذيك معناها نورمالمون معناها تقدها، مش معناها سامحني مثلا في الكلمه تبدا مسخه معناها كرشها مسخه وكل كيفاش معناها هذيك معناها تلبس حاجه معناها تقد هي ليه معناها خليها لشكون يقدها ولا ما كانش على الوليد معناها ضارب حاجه وسيف هذيك دي مودي وليت معناها تاع عباد سامحني كلوشارات ولا ما نجم نفسرها كان كيك. بنتي تمشي محترمه تمشي حتى تلبس، مش نقول لك ما تلبسش عريان ما تلبسش مقطع تلبس، اما مش ماشيه تقرا ماهيش ماشيه تقرا خارج اوقات القرايه معنا. في القرايه يلزمها محترمه، في ماشيه تقرا يلزمها محترمه، تقولي نلبس بروتيل قلت لها ما تلبسش بروتيل، في المترو كراهو في المترو ولا في الترام ولا في حاجه ما تحترمش روحك ما يحترموكش. تمشي بالمكياج؟ لا للليسي مش مكياج، تعمل في كريم نتاع شمس شويه شويه، مش هكا المكياج هكا الحمير احمر ولا مكياج نتاع باش تجبد الانتباه. شنو رايك في بنيه او تلميذه تمشي للليسي عامله مكياج؟ لا ما يجيش ما يجيش بالكل ما يجيش، عيب. هي باش تقرا هي تاخذ في العلم ولا تلوش في المكياج؟ المكياج عندها الوقت باش تاخذه، من بعد الوقت هذاك اللي باش تدخل تقرا فيه هذاك تتعلم فيه وتعبي مخها بالعلم و... لا ما يجيش. خويا ما نلومش على هي، نلوم على الوالدين. انا هنا وينهم الوالدين وينهم لي بارون؟ اخي باش تخرج هكاك قدامهم مو نورمالمون يعملوا طلع على الاقل يعملوا تكحيل عليهم يشوفوها مسكوا معناتها برجلين مش برجلين، خش اي شنو تمشي ماش تو شنو كان ماشي العرس ولا السواري ولا ال... فما اولياء تقول لك اولادي حرار حريه شخصيه نتاعهم. ما مش اولياء هذوما هذا سامحني، ما مش اولياء عندي انا. شنو شنو واحد بنته تبدا مكيجه ومزينه وعملتهم الكل ويقول لك حريه شخصيه؟ كي تكبر عندها حرية شخصية وقتها مازالت صغيرة تأثرها شوية كوميم هكا. لكن للأسف مدام عمناول مثلا شفنا أم خذيت موقف ضد الأستاذ وقت اللي قال بنتها ما تجينيش بالمكياج هكا. ما أنت والأم، أنت والأم كان الأم محترمة تخرج ولادها محترمين، الأم ماهيش محترمة يخرجوا الأولاد مش محترمين. المدرسة الأولى هي الأم وبعد المدرسة الثانية الشارع وبعد المدرسة الثالثة هي القسم. هي خاطر الام هي 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 الاساس راهو هي المنبع. دونك كان ما هي ما تستحفظش على اولادها مش الشارع ولا المدرسه بيستحفظوا على اولادها. تعرف كيفاش تربي اولادها كيفاش تلبس اولادها، ماهوش باش هي جابتهم مش هما جابوها. ثم امهات تقول لك الله غالب كيما ندادها. لا مش كيما ندادها، كل حاجه في بلاصتها، فما وقت تلبس فيه اللي تحب وفما وقت تلبس فيه مش كيما اللي تحب.
فما مكتب، فما كوليج، فما يلزم لبسه محترمه. يمشي يترين على روحه ولبسه اللي يحب، معناه يخرج معاك انت باش يمشي، معناه يتفرد ولا حاجه لبسه اللي يحب. المدرسه عندها لبسه معينه محترمه، ماذا بيك صغيرك تربيه على القواعد هذيك، وكل حاجه عندها بلاصتها وعندها مكانتها، يتربى على اسس صحيحه. معناه المدرسه عندها لبسه وعندها احترامها الخاص، الدار كيف كيف، الشارع الخارج، انت اللي تربيها في صغيرك من الاول.